السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم في الهواء الطلق جاي نصور لعبة جديدة نازلة بجوجل، هي اسمها بلودي فايت، وهي لعبة قتال على طريقة الكومبات، فأتمنى تعجبكم اللعبة وتنال إعجابكم. اللعبة موجودة بجوجل بلاي حديثا نازلة بشهر واحد، فراح نبدي نلعبها ونشوفها. هارد نايت مير ايزي، يعني درجة الصعوبة مات اللعبة نايت مير، يعني كابوس، هارد صعب، ايزي سهل. طبعا هذا الاختيار يرجع لك انت، شنو تختار؟ ايضا هذا اختيار ثاني يرجع لك، اللي هي اختيار الشخصية اللي راح تلعب فيها. راح اختار ليون انا، مسدس هاي عندها كوين او ماك، راح اختار ليون بالخشبة. تريننج روم، غرفة التدريب، راح يدربك اول شي، راح يدربك. قوم ولا كل شي ما كنت زين. جيد، ايه ايد بوكسك يصير جحيم له ولك، سود الله وجهك. يا روح مورتال كومبات، نفس لعبة مورتال كومبات اتوقعها. طيب احنا نرجع باك، خلينا نقول له باك. باك عندش على اللعبة، باك مباشرة عندش على اللعبة بلاي. والله جسم عليه هذا ماك الثالث. نبدأ لعبة أحسن. ماريدي ستيج 1 المرحلة الأولى. حتى كله ملك، ولك هذا طبر بيده. اوف طبعا حطيته على الهارد انا. ريستارت اقول له، ريستارت اقول له البيج نفسه، المرحله الستيج نفسه، راح العب الستيج نفسه. راح العبها بطريقة ثانية، اخلي واحد واحد يجيني، ما اروح اندفع. هذا خلي يجيني هذا الثاني. شايفين؟ هاخذ هاي الشفاء. الشفاء خلي انا ما ناقص دم، ما احتاج شفاء الان. الشرطي خلي يجي. ما اندفع زايد، اذا اندفعت زايد راح يجوني كلهم.
جاني واحد شوف الطاقات، الآن استعملت كل الطاقات طبعا. هذا بالطبر، خلي يجيني بالطبر. واخذت شي منه طاح، ما ادري شنو هو. روح يقول تقدم، راح اتقدم. حلو، مسيطرين على اللعبة الآن احنا. منو بعدك؟ هو الشرطي هذا. جاني هذا بالطبر مرة ثانية. واخ والله ضربني ضربة. بعدك تقوم؟ تعال قوم يلا. اخ بيده بطل. اخذ شفاء. ما جاي يعطيني شفاء، ما ادري ليش. خروح نكمل. شايفين؟ ايوه الطاقة الآن. ولك هذا كل شيء ما في بيه، لا طاقة لا. حلو، خلينا نستخدم البوكسات شوية. هذا سيف، ممكن سيف. اخذت السيف. كونتينيو اقول له. صار عندي سيف، ما تراجع الان. اخ شنو هذا؟ تغمو مني بحديده. والله اللعبه شيقه، انا اشوفها اللعبه نازله مثل ما قلت على العاب جوجل بلاي. نزلت بشهر واحد، يمكن 10/1. اللي يحب ينزلها ويلعبها موجوده بجوجل بلاي الان. ولك شوف الشرطي ملاقي لي اضعف شرطي وجابيني لي. طاح لي كتل. دمر دمر. استجدوا شباب، مرحله ثانيه. ذولا قاعدين بسجن يلعبون شنو؟ دفرت الباب ودخلت. اوف
جايب لي قوات شغب وجو قوات ما ادري شنو. ايوه طلع طاقاتك، طلع طاقاتك طلعها. اصعد الدرج، راح اصعد الدرج. اصعد الدرج اشوف شنو اكو. اخ انا نزلك من على الدرج، مو انت طلعني من على الدرج. روح هتقدم، لازم وين اتقدم؟ اوف كلك علي. راح اعيدها والعبها بطريقه ثانيه. السج بريزون الان، يعني بالسجن انا. خل ادخل الباب واطلع. خل اخذ السيف، انا اعلمكم الحين. دممته تعال انت، تعال ما يلحقني. اخ هذاك موت، ما يموت هذا. اخذت شاكوش منه.
كانت هاي لعبتنا اليوم، اتمنى تكونوا استمتعتوا ويانا يعني. اللعبه موجوده بجوجل بلاي، اللي يريد ينزلها ويلعبها ينزلها ويلعبها. اراكم في لعبه جديده بخير وصحه وعافيه حبايبي، هذا اخوكم ماجد، في امان الله.